يوسف وداني ايا قدك كجرا يوسف سو دوو ما اركيسه حل وريجنت ما خا كاغه بخايه روغري ديما هاد الكور ديما هاد الكور صد هذه او اي ادي سوق حمايه ها واخ كلا غاري صدق جيره واخ با كلا غاري بركان ديو ديما ترالي غريالين صدق جيو لعلني ورالي غليي ووري بركا صدعدي يا ديفرالير و يا بي هاو داي اودا اودا بانكا كربون كفدي سبدل صدعدي يعني شو كان قاعد شو كفدي سبدل يعني هاب اودي يا رالي كني امرت راكي صوت مركا وحواي نين حن وحكوريدي شباب با شباب وحكوريدي شباب او هو هالكوريدي جاجوس مفهم سيف يعد مركا واشي كدي نيكي كقبيو يو اويري نم بيرو الى علي جريا يو بيري عدي الرقويسكي عدي واكا نقرع الراب كرع عدي بيرتي اللو قتقي مركا بيرتي شوكازي وادو ضفارة بيرتي كقوري مفهم مركا إسلامي درسينا أوتي مدي وبيرتيو ضفار لاي وعيدا دريو وده أري نيكال لي رادو وابحث اسلام عندي هو يدي ابي عندي حول هجره كذا ما تقدر واحد هذا نينك موسى وعلي هاي بيرتي ضفار روسي ما فات شو كان سي وقت مركه قوي دارو كتري واو داي مدان دبا دبا عليه هو درس كي يشكت يا ضفار كي بيرتي قونا يما كان الحرونا ما فات اديت يعني اسلام تهويدا يا ابي يقول دختي هي قنسي خبرتي عن يومك ومركا ما صلاه يا سمبل شو جاجوس ولي ما جاجوس وحاجرو جاجوسيا لعق في انقاتا او نيكا ليرادو نولوشو سريسو او سيدي نيمكا ودمدا واوين جاجوس ما فهمت او لعق والي هلا لكن كان واحد جاجوس لعق العارف ما فهمت واحد جاجوس فري وي. فري واحد جاجوس مدحوينها الصومالي الدقنين وحال السيي oo gaar ah isaga iyo raisul wasaaraha in la dili rabo ayaa si hoose loogu sheegay madaxweynaha maanta wuxuu yiri aniga ma had wax xumaan naga ma dhaxyaalo xilkana ma arkayse isaga iska dhigay meel sare inuu gaaro raba meeshiina hadde wiilka uu dhalay ciidamo uu wato ayuu xataa si geeyay oo si baaray aamin darra muuqata marka maxaa laga fahmi karaa hadalka madaxweynaha ee digniinta la siiyay xasan sheekh نيجر لي رادو وما عطلاد سيدو سفاد ياسين حاجي داير شاقا وموغ سانا قانين ما عط شباب بو هاي حسن قلفتي يسو واخوه بعد سيو شبابكو حواي ودور جو دور قيب بودا جرت موغتا دادو حاجرو هادا دادك قنقصتادا اي حامر جوغو اما قبلا شبابكو ياسان جوغان شبابكا بعد بايسيا يعني انشور بايسيا تصار حامر قولي قفا كديساي انجينيركو لصا الله يا شباب حيري هادان لعكتا سامو بحنا guruga madaysaysa lacagta sanu baana waa khasab inuu injineer ku siiyo ma faad hadii ninka guruga la isfahmi waayaan injineer ka bixay ma faad marka xasan wuxuu ay shabaab ku baadasi mahadna ku baad uga qaado waay ma faad tusaalana soo qaadaanigu oo di waata hadda koorka hadlayo ku dhay jaamacadda ugu weyn oo xamar xasan ku leeyahay ardayda ka soo baxdana hadii hoteelada tagta waa lagu qarxiya laakiin jaamacadda looma yimaa ما في تعصب صالح مرك حسن يا شباب يا ما ترى ويس يكانين مرك أنا وحسن محل لي هاي كل وفلي لفحك كوكم قمر ما هت يا شباب كيس بعض ده سيسي ما في وأنا إس يكانين وأنا إس للجوجا مرك يعني حسن لفيس كوك ما كوك قمر ماي ونقي حسن وشباب ونستعين حسن إن ما هت شباب يا ما في ويل كيس ولا تعبر ما قب حسن ويل كبا وجر كزقاف لي تعبر ما قبو كم أنا علي كرو ما في شباب نيك كازو كرك ور ميليتري نيك لا يرادو نيك لا ديجر جنرال اذا ما او سري شباب دري مثلا ويل كازن شيقو نيك لا يرا بيب وهايو امبا كو سوكري شباب حتى كم ولي كري مثلا مريا قنا اقونت هنا مال قف كتا مركا تا ددكو ميل هيس كدغا وها واي وها وري وا كدبشير يا ورس بكلا برون مركا يعني ما حدنا و اوغيا حسن ما تشابيا ما حد عقو عادي كره تو دلي كره وي ديبان ما هيستو دغنين دغايسو ديبا دغنين ترر قلبك اي سي ان حسن شيخ محمود او تنبنانك لا سو دغاي انا هين او لكن اي كو دهن ادي حمسه والدين دل ربا
سيريس وي معني حسن سيريس وقاطي محل لو فهمك راه يا دلا يا حسن عندك كوما قالوا ايوه حسن واه برقدر واه برقدر سبب محي ودلا يا واه برقدر وحي ودلا يا وهي وكوكو كاسدي ودامت كري نكالرات ودعري بوشي يوكاكاكا صومالي لماذا مفاد وحون برامشا وعوكو شيء ان هابر جدير قبل كبراند لغرر مفاد حسن وكوشا بغل جرى حسن وننكا علي مهدي كرانيكا وقري جري نكالرات كالاتالي جري كماليا دكالاشاي جري دكالاتكا عجرانيكا ماركا حسن كاتكا عجري ميلو وكي هي محرم مصصودي كسورجات كده قرقة حاجي قرقة حاجي محمود سبري قرقة سارم وكي دقي وماشا قحوتي كوا قصيقة ايه نمان كان غرابة ايه هدا افلابل دي واي مركا علي قافوان ايو حزلان ايو سوا حيو حي اللي ورنيو افل همشا افل همال طلقات دا ايو حلي افل همالين ايه مارك مارك خبطها كنا عدة وكبق معني عدة لو قد دقاي إنه يدلان مركو وهابر قدر ميا أو دامج قري وهابر قدر وهابر قدر هو دامج قري فرب لبا أنا وكقادي أو نكال ليرا دو أو يري نكال ليرا دو إيه نكال ليرا دو مدى هوينا أكبوت أنيقا كسيها أيو أنيقا عينا في كسيها أيو أما كسيها أيو مال أد سياسة دكا قشو أو مدى هوينا نما كوشا راهي وهو قبح يي ما أد سلادو يري اللي باني مدى كسوتك إنك اللي رسلدون كوريقا واحي ساي ساي تانو جوغو وكبو ديي حسن ما برتتي فوق بابا الله هذا حسن ينصب بلا مركو حكج وأنا برقد المدام هاي ما هتكره طاي أو نك اللي يري هذا نك وصار ريا شباب اللي شباب تلجين سيجار تلجين سيجار يعني سردون كار نك وصار ريا ما هتكره طاي نك ملتري كار وصار ريا ما هتكره طاي مدام اللي ما هتكره على قال لي ينو قبل دي كان دليل دي ولا دليل نك اللي يري هذا وحكج وأنا حسن إن حسن بس طولة لكنك مفهد ما كانوا قوحان لها ومتحويني جمهورية ده إلا هي كبت باديو لكن حسن وتين طلال تمرت قوية تين طلال طلال قول حسن تين بو طلال شيء هبر قدير هذا من دكا صوماري ده لنو هبر قدير كدري دارو دو كدري ديلا مريف لو كدري هويو كدري أبقى لي هبر قدير شمار كرات وارثو عبنا بلشرة كدعا دكار حماية كدع مريسة مفهد هذا نوع قوحان كو قاتي mid kan jifo madala leeyraado yani dadkii inuu calaad yani dadkii qabiyaaladii ugu xumaa dadkii inuu kala dhax gali anigu ma aha waxaan ku hadlay qabiyaalad dadku waa inay horta fahmaan anigu qabiyaalad kama wade madaxdii yaa qabiyaalada wade dadka qaabkii wax u wadaana tusaya way ee qabiyaal anaga caasa shaqnaa ma tolo way madalaha nafsadiisi nin daayir carab ay dhahan oo gudoomiyaha simad ahaa oo jeejeen oo macnihi rabaa inuu ku bedelo marna axmed faal oo wacbuudhan ah si kasto yaa hataba madaxweynaha wuxuu hadalkiisii waxa kamid ahaa mahad iyo aniga waa isku kalsoonahay xantiin iska wata dad isku fiicanana kalsooni haday jirto maxaa keenay niisa xasan uu tagi jiray yaani laakiin in koofi guduud ilaaladii madaxtooyada bulshii militaria inuu iska hormariyo qolqol uu baaro ee qolkii ugu dambeeyay operationka aanay ciidamadiisu aanay gelin oo controlina soo gal ee madaxweyne control marka la yiri in uu diido maxaa koos garay hadii ay isku kalsoon yihiin maanta waa benti ma aad kuma kalsoon yani waxa jira waxa soo xasuusato moogtay markii tilmaan lagu siiyo oo wax lagu tilmaamo qofa tilmaanta ignore guys laakiin positionki dadkan dibadda jooga yaqaan ninka leer markii lagu raahay wuu hebel qaaday ayuu hebel qaaday ayuu hebel qaado hadii aadan GPS to is active ku ahayn markii qaad GPS ku aqal qashanta lagu yaado wada hebel qaado wadada 5 ka qaaday wadada 6 ka ku bedelo wadada 10 ka kadib raac kontamel markaa ku soo taar right ama ninka la yiraahdo u leecaadi lagu yiraahdo oo ninka la yiraahdo kadibna kadib markaas ninka la yiraahdo waxaad soo xasuusaysaa markaad aad ignoot garayso waxaad soo xasuusaysaa markaad boosashi ka timaado marka wuxuu ignoot gareeyay fahad yaasiin ma fahan marka wuxuu soo xasuusaa markii laba jeer bilaxtooyo qarax loogu keenay oo hotel u soo loo keenay oo wuxuu xasuustay inuu fahad yaasiin oo daacad ahay ay ruumka ahday fahad yaasiin oo nin muwaadina shaqada yaqaana hay'adda ninkii hay'addi qaranka wanaagsaneed ka dhigay inuu asiga ahay marka hadda uu soo xasuusto yacni waxa uu soo xasuusay malakameydki ugu dambeyntii waa dhagay waaweyno ugu dambeyntii marka
مهد صلاد مكو قولي سنكرا كورسيقا مدحتني مدى قلمدوك اي حدا او اصعدو رأيك عاقا مايا 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 قلمدوك لابجار مركز الدعالة الشيكية قلمدوك خورفار خبان بايد مايس فالي اسكو دي لأيا عير لو سمرياب اسباري دي قد دونان قول عالنا اسبارا غلدي واد دولة ايا حنيا حنيا منان دي قد دونان يا مطبع انت كده حلا قولة كالاتنا قولوا عالي دي قد دونتا سليمان عدادي تجد دونا الصحن براح اللي يديو دي هردي دونا اوه مكر دورة دي مدى قلمودك اوه هده يصير عن نقطة صورة قال ما هن يكذب مرت هذا الشيء قد دون إني ما قال مود حد يير قال مود ولا تارت واحد مع عبد كاري قرقر كم ضم صبرت وأخوش اسمه صبرت ما مقش وردت كي يجو أنا وأنا هوية إني وأنا هوية ويدي هوي عبد كار حسن الشيخ ماريان مسوقلي إنك اللي يراه ده وماريان مسوقلي وقعمد الله إيو سنة إيو ح إنك اللي يراه ده إنك أريدينه يا كويت دلا إنك اللي يراه ده هاي شاه مع أبيه ننكل اللي رادوا ننكل اللي يجري سنة عبد الله يخي أريداني وحاسو سو مقلي حدي أن دولده حدي أن دولده مدعوين فرماجة هدو صنيه لين مقالة اللي ما بربوري عين من الافتريق أو صنيه لين حدايا حدي حدقاء لقلنا أو صنيه لين وصن تناسول لين حسني وحكا قونات مقالة الدمية مكة حسني هدك الله سيئة برقدري أبقال ما هن يعني وحا اللي رادوا ما لننكل اللي رادوا دلقات iyo garasho male yaani waxaan adiga idinka dumayaan ma aaminsan waa ku cun ama ku ciiday ma waxa la yiraahdo taqa way waa ku cun ama ku ciiday kama la fikiraan bay dadka deegaanka degan nolosha dadka qaxayo dadka tagaayo kama faa'i kama fikiraan way ka fikiraan kursiga inay fuulaan ma maashu inay jikka banana laakiin galmudug waxa way jarmalka wuxuu yiraahdaa shever point hadda galmudug way ku wareegaysa waxaa hadlaya muftiga ugu weyn ee galmudug sheekh ahmed saqawdin waa uu ka digaya qatar inay soo socoto macnihi cabsi weyn ba jirta marka iyadoona dadka la dilin aan la kala qixin dowladnimada aan la burburin xal kale ma jiraa mid kale xasan sheekh cid walba heshiis uu la galay qorqor heshiis uu la galay saleeban heshiis uu la galay cayr heshiis uu la galay qof walba heshiis uu la galay marka كل ما أفلين كراه شيء سيادة إذا حسن شيق واقعيك وحكومة صلاحية وحكومة صلاحية إنه وحيو مثلا واقعيك إيه دي باعتم حكاك إما كرا سمع دادا ما حكو غاري كرا إيه دادك موادرين طعم ها غاري كما فكر وحكو فكرة جنتا هادو مفل حدو سفرين ماشا سوائن الدنتا مثلا هبر قدير نقرا شاب لآدن ككجر هبر قدير أيضا أيضا شمبيرون وقال مدو أيضا حيث ay raas kale mariixaan abudu waa qooga yar ka joog abudu waa degan yahay meeshii soo maymaa dir xaraal iyo meeshii joogtaa waxa la maymaada iyo murso dhulka uu shabaab ba haysto habar gidir ayada naafi ku qabta marka naafigeedii si quri laada ma quri waa ma taqaan ninkii waxay ayagu wateen muwaadiniinta jicunayeen oo iskuulaadka ku haysteen oo nabadda ku haysteen oo bulshada Soomaaliyeed oo kala kula jaalan jigaray hayeen ay salkayna ka dalooliyaan raba wayna ka dalooliyaan sababtay taa damir mal ninka soo gon iyo saddex sano guri islaameed degan ee dhahay diin ku faafay ninkaas ma damir bawle mise diin bawle way qofka sidaas marka ama dadka sidaas hadana Soomaaliya inaan hoggaaminaan rabnaa bay leeyin istaraatiijiyada ay ku hoggaaminayaan marka maxay tahay aashara manaq baahud waxaadii abaar gidiraan kula yahay 20 sano soo socota wax wasiir ka badan ay helaan kula yahay dib dambe waxma ana laskareya iyo abgal haday hela abar gidi abgal 20 sano soo socod haday wax wasiir ka badan Soomaaliya ka naqda sababtay tahay abar gidi markii hore subaxdeeda tuurtay oo deewaad ogeday roob la baahanaysay oo yaayeen ee qaylada ka baxaysay war nin kursigi asuu hayst tusaale dadka inaysan diin iyo damir lahayn oo isan garasho lahayn oo isan bal aada kaba isa kamid ahayn nin kursiga asuu hayo ee raisul wasaara ee madax ee ninka la yiraahdo wasiirada oo dhan u tali ee baarlamaanka ee ninka la yiraahdo ee kule warbixin kule ee madaxweynihi ee madaxweynuhu hadalkiisa maqlay oo yaa wariga mar ee dhahay waa la idin ro way waa kii ugu roona hadda marka maadaama raisul wasaare ay heleen nolol fiican ay galeen maantay chaaniski ay heleen mid lamida oo ka fiican may haystaan
مسوي كلي تان ما كقوم ما ينيان مس ماركيس يقول يا واقع وعبرة بلش هذا حبات كده عمارك تحسن أي مكرر بوقتي وأقول شيء بقول جريتك شيء وعبرة بلش على لا ينمارك حسن مع أي كرر صوتي تحسن ويو سي ما وقعد على المهدي لا مع أي كرر وانين مهلكة ودقيعة بقى وضمير لا ويا وانقد يدين يا وما تحيري هاي ملك عاي مكان حسن ما فهد ايه هادو ننكا سو اما او ديقي لملف لحال هاي اما او دارو دحال هاي اما او ننكا ليرا سو مالي لكال احال هاي مهلا قلها بكتير ماركي لكن وعقهين حسن دون توقب هاي ما فهد هلا الله يقول لي وارا لليها كما نحن شو هاي ملكا مخسار شم ورساي او جبين جبيتا وحوض ودافير وبربر متقادا مركا دقيقة نقدر فرماجو كوه حاجة يبدأ ده فرماجو نعفي واكو دول مني أو إسلا غير هاسا عفيس أيام ربنا ده هاي واقل دنة واق قالوا وقالوا قال العفية وقال ودير ما هيستاد رفعت ما لي مغلا أقول لكم مغلا ها وحي هنا كوشيكا أيجا جيت كلا تاجنا ما علي تقصوا ما لوين يدق يستاد idagayso dadkaani haday damir dawladnimadii aan loo diib hoggaankii aan loo diib ciidamadii aan loo diib gobolka barandir baa loo diib wax kasta loo diib dawladdii aan la dhisin system qadqaalaha la dhisin ee system fadhi aan la keenay waxa la keenay dawlad casri ah oo sida adduunku shaqeeyaa u shaqeeyayso way wadi waayeen marka ma amaanayna sawni kahina annagu adan adduun casri ah nolosha ka hagaagsan tahay shaaf arugu waa garanaya dalkayaga cid wanaag waay billahi tolaan waa soomaali aniga maanta rabaan bay tahay waa garanaya dalkayga ninka wanaag ninka ugu dhow soomaalida xasan sheekhu waa aniga ninka ugu dhow soomaalida waa xasan sheekh laakiin waxaan u arkaa niman dalkiisa iyo dadkiisa u naxayn aloosi uu shaqaysto ninka waagner madaxda ka ah oo markii dambe shuruusku dili jiray oo diyaaradda la yiri ninkaas oo kale waa aniga agteeda ka xasan sheekh waa dadka la jooga ugu dambeyn habar gidir waa ku dhacday waana ku socayaysa ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan ku weydiyo wadamadan sharciyada leh balayska adduunka oo dhan iyo dawladda waxa weeye dee xataa lacag hadaa sidatid waxaa kaaga maqataa kama qaataan haddii xataa dambi aad gashid waxaaga meel baa lagu xifdiyaa taliye dhan oo markaysa saldhig jooga in qof ganacsade ah oo isaguba qariib ah meel rabay meel kale inuu usii gudbo rabay inuu wax buu dhan ahaaba umalayna abgaal ah wiilkaasi macnihii intuu shirqoolay ka shaqeeyey lacagtii ka shubtay dilay maxkamadda waan ku arkayna la soo saaray waa nin habar gidir ah saleebaana haddana isla saleebaanka ama habar gidirta kuwii balayska tuutaa watay gabdhooda xataa inay idaacadda yimaadeen ay leeyihiin saleebaan ayaa dili kara habar gidir ayaa dili kara noocaas sidee dowladnimo horta ninka waa la dilaya horta ninka waa la dilaya waxa waaye wuxuu wiri geel wuxuu durduriya marka uu ciinka daaqay nolol kala dardaarmaan horta ninku waa rakaab gaalay dilay mafahad agaar runtuu sheegay ninku ma ahan shiiqaalna ma ahan cadcadna ma ahan beelaha kalena ma ahan ninkay dila waa hartaabgaal hartaabgaal anuu nin abgaal ahaana oo qaysla ma fahamt oo dhaqanka abgaal iyo odayaalka abgaal iyo meesha abgaalka marayso og hartaabgaal waxay wacad ku mareen haddii aan ninkan saddexda nin haddaa la dilo oo hal nin laga reebo waxay ballan ku qaadeen inay soo saleemaan utuba marka hasan shiiqiyaa ku taagano waxay dhahay war dowladnimadan ku dilaynaahe hadda sharcigii dowladdaan haynaa u kaajay leeyi ma fahamt waxay dhaheen rtaabgaal waxay wacad ku mareen hasan sheekow dalka adaa madaxweyne ka anagu abgaal baanan wa isnaqaana adaa madaxweyne ka adiga saxiixaha ku xoran tahay waa la xukumay weliba laba bilood gudahood waa in la joogtaa dhe haddii aan la joogan de saleemaan waa naqaanaha dhe marka saleemaan way ogiin kar waa dhinta horta kaas anagu iga naf weynaana moog laakiin sida qushuu yahay ninka booliiska ah ee ninka dilay kaas wuu tagaya sababtay tahay saleemaan way og yihiin oo ninka la yiraahdo inaan ninkaas uusa si ufaga karin ma ahan ninka la yiraahdo beelihi kale tomanin way lakin wiilkan hadda hadday u badato 30 sano jiraa ama burburkii markuu dowladda markaasuu yaraa hadday qadaan qiyaaso marka maxaa laga baran maxaa baray nin dhan oo taliya ah yacni in meeshii rabay inuu dadka protection siiyo oo protect gareeyo u difaaco isagii inuu shirqoolka abaabulo isagii ciidankiisi sidii mooryaanta oo kale inuu u dhaqmo dareyskii dowladda uu wato dareyska noocaasi muxuu yahay waa laba meedo isugu jira meedo waa aqoonli sababtay tahay qofkaan iyana soo qaada meesha la keenay ma fahan macalin mahdi iyo
dadkaas ay soo wadeen ay keenan maadada labaadna waxa waaye qofku markuu xaraan ku koro yaani qofku asalahaan geedku markuu dhulka firshada ka baxo ama dhulka hiisha ka baxo ugu dambeynta uu bolola waxa bololihayo hiisu aad bay u kulusha ama digada ama meesha raaska oo la dego aad bay u kulusha oo xooluhu degaan oo xoolaha lagu furo aad bay u kulusha marka marka uu meesha ka baxyo isla markiiba uu qalalaa geed ma faham marka ninkani wuxuu ahaa nin xaaraan lagu soo koriyay guri xaaraan ma lagu dhalay ninkan burbur kadib u dhashay ma faham ha laakiin dad baa ku taageeraayo waa dad dareyskii wataa ku taageeraayo oo gabdho leh waxay leeyihiin ma arkayse lama dili karo ninkan taliyaha ah qodobkaasi waa kasii gudbayaa haddii ninkan dil lagu xukumay oo taliyaha ah qoslaaye waxaa jiray nin saleebaan ah oo gabar nolosha ku gubay oo xaaskiisi ahayd oo uur ulahay xukuna lagu riday racfaan ay qaateen racfaankii wuu dhammaaday maxaa loo dili laayahay ninkaas waxaa loo dili laayahay beeshiisu ma hubash waa intaa moogta maaha nin wax aan macno lahayn loo soo warwareega moogta beeshiisu ma hubaysan ma hubaysano ma faham xasan shiikhna ninka la yidhaahdo kama goono ma faham meelo badanoo habargidiisa ka juqajuqeeyey laakiin ninkan ninkan waxaa loo dilila weliba si arxan daraa uu dilay ninkaas gabadhii uu qabay oo sagaal oo toddoba ilmaa ku dhawaad haysatay oo agoon kori haysay oo ilmihii ou hooyo la-aan kasii dhigo rajo kasii dhigo marka anigu waxay ila tahay aniga garashadayda iyo sida aan iyo intaan ka aqaan reertolkay reertolkay qabiilka ayay ka baqaa anigaa kuu sheegayo habar gidir iyo abgaal waxay ka baqaan qabiilada kama baqaan sharciga kama baqaan diinta kama baqaan dhaqanka wanaagsan intaaba male waxay ka baqaan qabiilka hadda ayagoo isku taaga digil minifla maarag raxweyn ayagoo isku taaga maarag ma jirto waxay og yihiin inay xamarna ku badan yihiin shabaabka ay qayb ka yihiin maamulna ay haystaan moor aad is-xejiso ood awooddaada ururiso way kaa baqayaan waana yacni waana dunxumadood war dadkani soddon iyo laba sano soddon iyo saddex sanay guri islaameed iyo gaari islaameed iyo gabadh islaameed iyo ummad islaameed ku taagnay marka wixii caadiyay ka dhigtee marka yacni ninka gabadha dilay u malay in la dilona u badan inaan la dilina u badan laakiin ninka dilay in axmed kaabax ninka la yidhahdo abgaal ninka dilaba si waa la dilay wiilka saleemaan taliyaha booliiska sina uma badbaado inkastoo abgaalku laaluusha qaataano laga yaaba in laaluush la siiyo abgaalka mafa xaggas cilad kaloo qabdhaa jirto ninka la yidhaahdo oo xagga shiikaasho iyo inooga fiican yihiin shiikaashu gaajo xataa hadday gaajooyin gaajadoona way qabsqarsadaa laakiin abgaalku waa laaluusha qaatayaal mafaad laga yaaba inay laaluusha qaataan oo saleemaan lacag fara badan bixiyaan laakiin lama dili kara loo daymaa waa la dilaya lama dili karo oo sababtay tahay habargiiri abgaal waa isyaqaaniin dad xishoodana ma kala mana xishoodaan marka waxaan ku gabangabayhayaa maxalino uun dadka soomaaliyeed leh waa afar sano oo dib u dhac horan ma maalinta halkan ka hadlaashay afar sano oo dad waxmagarata ah waxash ah dowladnimo aan aqaanin duufka cuno dad liito waa afar sano ninkan la yidhaahdo ninkan la yidhaahdo cabdullaahi balwaan iyo madaxweyne naqdeen inta aadan ka bixin xasan sheekh maxamuud siyaasadiisii waan aragnaa way soo dhabaqday isagiiyaa gacan ku ganbada nafsadiisii xaggee bay ku dhammaanaysaa ma qofii cod buu dalkan gelin doonaa diktaatooriyaddu ansixin doonaa mise waxaa weeye hadhowdii waa tanaasulay buu dhihi doonaa waa teendada teendada waaye dadka doorashada dadka muwaadiniinta ee wanaagsan ee raba inuu dalku isbeddel yeesho teendada la ysku xaadiriyo waa teendada xasan kabasatiga male ninka la yidhaahdo awooddaana male dadnimada iyo damiirkaasna malemarka waxaa leedahay hal milyan oo doolarsiiahaaddusabay karo cabdiqaasin diintiis waa lacag cabdiqaasin oo diidanaa shirkii imbagati dowlad baan ahayso ulahaa oo sida loogu sanduleeyey oo meesha u tegey oo doorasho macnihi uu ka qayb galay farmaajo oo macnihi ka aqoon badnaa dowladnimada xasan oo markii dambe teendhada yimaaday sidii ayay noqonaysaa
كانت لتجا وليبا اصيغ رفرفن وبهدلن وديف وغلالادو وتجي ومالاين ما هدل لك يا دي تاي مدى لادو بل هذا الكاكيغا مان هلوكا يا دي تاي مدى لادو حسن تطميما ووقيا حسين الدوري وفا ومالاين ما يوتطو انك صوني انت سكب بلا دميري لكن عبد هران هران ورحيك تاي مدى وانيكي مزاجي تاي مدى يكون نقن ما يهيري يا 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 أنا قافي معالب لا والله بدل الله موضوع بس كأو عدد بدن إنك سو عشرة بدر هارون جوجو دعوين الجوجو فقط جوجو ودلان جوجو سهل كم يديرو أي جوجا لكن النجار نقولين بو عايش لا نقولين بس كده واحد كلاته مفهوم ما كده واحد اللي هذا سكرات سياسة هذا اللي هذا وطاها يا طاها ما تك واحد اللي تية خوف إنه إنه حنون صدق أو ريني أو حنون مالدارو هاي ما كده وطاها يا ومركا تاسو كجرا او تي هاسو كجرا تانادا لتغيا وحانا كجرا لعبلو انتا لغار شامبرو اصو داعي واتنازول قروا يورا داني قندا هايستا اذاك دونتا ماشي نتغي صابتا اتاعي قب مالي حصل شي اذا قلسو قوات كيسز مالي فرماجو او سياسة داك اوغو واناكسن او حاجة دبلوماسية داك اوغو واناكسن او حتى حاجة جاجو سنوا دي لسفا فرماجو سفاردو جوغ جرا صوبا سفارد تطمقشو ما عن مال العقل لها قرطوه بيه ده سفارد تاركي سلاح علي جاليه بحرو العقل لها قرطيه سفارد دو عيري فرماشي تلخيرا سيسو او جاجو سنبو كبادا يعني لصعد كادون سفارد دو عيني دوك لصعد ماشا كسو شقي والدولان نمتا كسو شقي دولتنا مرايكين دولت ده حاصي قايبك كميدا نيو كسو شقي اوت 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 ومال جي كريوة مركا اسكا اللو نيو عيبا اسكا اللو ريكا اللي رهادو ساد كورتشو كوهلي لهاد مامل القبالي هادي هادو هالي هاي لفتا قريم وحالي هاي مر لبادا اللي بادا سوغوري ارا خوب الله غادا لكن يا حسن خوب بخصن كل يوم جبهت بات هاي حسن خوب يوعا كو شغي جروا هاي أدوكنا نجيب هاد بعد هذا يا لقو بخصم بان كله يا رجلي بان هذا سوقرو نكاد دون تادو ما يصير جيسو صوت تا سوبر الدولة دي ما لقى مره مرك هذا شيء محيون لقى دين مرك قول بان كورة جيا أدي أبي عمر سي هاي يوسف وضني أيوها ورباهين تا اس ام سي مرتي النوجو أها يوسف معنيه وانين وضني أه سلام مرك أسنا هذا الك رونتا كأبارة ضد كرونتا ماركيس الشجانا الدنيا أقروي لبنان حي علي إلهي رنتو جعلي هاي الدنيا ده رنبي كل سنت هاي آخرة رنبي كل سنت هاي نارت إيه جنة ده رنبي كل سيهين مركا رنتا أيانا ديغ ده دادك بان ما أنفع عيسو بان تو هاللوغا إلا ده هاي ماللوغا بدنا مركا وقدن بيسانا اللوغ تاس هدي لسوا قبتو ويقول دمات إساقالي 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 I'm
السقالي السقالي السقالي.